حديث القاهرة الليلة مع إبراهيم عيسى. مصير انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد تعثر مقترح بايدن للهدنة وإدانة ترامب قضائياً. حوار مع الدكتور منذر سليمان مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية في واشنطن. أولويات الجولة الجديدة من الحوار الوطني بين ملفات الأمن القومي والدعم النقدي. حوار مع أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة. خليني أبدأ بالمهمة الأساسية والهدف الأسمى والأساسي في واقعنا الحالي في حقيقة الأمر، وهو أنه كل مواطن في مصر في مرحلة زي اللي احنا فيها دي، أيامها ثقيلة الظل وثقيلة الوطأة وضغوط وتوتر وترقب، ومحدش عارف بكرة فيه إيه بالنسبة لحياتك اليومية، وكل الأمور التي والعوامل التي تتشارك وتتداخل وتتراكم على ظهرك لما هتقطمه. محتاج ان انت تبقى على كل المستويات، على فكرة، من اعلى المستويات طبقيا الى ادناها في الفقر، من أسوان حيث النيل وجنة الله على الأرض لغاية أقصى الأماكن عشوائية في ضواحي وحوالين جدار حوالين المدن والعواصم في محافظات مصر. أيما كان موقعك الطبقي والتعليمي والجغرافي، فأنت مطالب أن يبقى هدفك الأسمى والأساسي دلوقتي هو الحفاظ على الصحة النفسية. وده هدف على فكرة ليس سهلا ولا عاديا ولا ميسورا ببساطة، في واقع ضاغط، واقع ما بيقدمش كتير من إيجابيات ومن أمل ومن أفق على المستويات الشخصية للناس، لأنه زي ما احنا شايفين ضيق الحياة الاقتصادي والأزمات الاقتصادية حتى على مستوى الحياة اليومية في المعيشة. فأنت في اللحظات اللي زي دي، وهي كثيرة وهي ثقيلة وهي عديدة وهي مهلكة للذات، فأنت محتاج في اللحظة دي أنك تتمسك بصحتك النفسية، أنك تحافظ عليها بقوة، لا تسلم نفسك للضغط ولا للتوتر، ويبقى ده الأولوية الأولى. زي ما أنا بتكلم طول الوقت على أولويات الحكومة المفقودة والمفتقدة والخاطئة، كمان لازم يبقى على المستوى الشخصي والإنساني أولوياتك واضحة جدا. طبعا أنا بقول لكم دي مهمة عسيرة ومهمة صعبة، إنك وسط كل اللخبطة واللعبكة دي تعرف تحافظ على صحتك النفسية، لأنه الكل مضغوط والكل أمامه متطلبات واحتياجات، والكل عليه عبء وأعباء بتخلي على رأي شاعرنا العظيم صلاح جاهين، يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر، أنا دقت من ده وده عجبي لقيت الصبر مر وبردك اليأس مر، فهي مرار في اللحظة دي بقى اللي هي تبقى في مستهدف قدامك، وهو انه لا حافظ. انت عارف زي ما بيقول لك عد من 1 ل10 عشان على طريقه شاديه كده في عفريت مراتي قبل ما تخش حاله الاندماج في الدور، فانت برضه لازم يكون عندك هذا النوع من الانضباط والضبط، انك انت لا تسلم نفسك. نشرات الاخبار مليانه قتلى وشهداء وضحايا ودمار وخراب لو انت من المعنيين بنشرات الاخبار. الوضع الاقتصادي زي ما انت شايف، وضعك انت الاقتصادي زي ما انت شايف، حاسس عارف عايش، فانت محتاج طول الوقت يبقى في اليات للدفاع عن صحتك النفسيه. لا، لن اتورط، انا حجم اللي عمله دعامات في الدايره اللي حواليا في حياتي، طبعا انا عامل 3 دعامات قبل كده، فيعني ساند على 3 دعامات قلبيه قبل كده، لكن من ثروات قليله جدا، لكن بحجم ومن كل الاجيال على فكره. يعني قد تعتقد انه مسائل الجلطات دي اصيب بيها يعني المسن، لا خالص، ده حتى اعمار ملامسه للشباب جدا يعني. فليه ضغوط. فخلينا يعني مما يروى عن جمال عبد الناصر يعني عن حياته انه اول جلطه قلبيه جات له بعد حادثه الزعفرانه، حادثه بعد 67 كده يعني، حصل فيها خسائر فادحه وهائله في جنودنا، فنام صحي بالجلطه القلبيه الاولى يعني. ف بنتفرج احنا على افلام حكايه خسر الفلوس كلها في القطن وبتاع، انا ايضا اقول ان الدوائر المحيطه بالانسان يعني في كتير فقدوا 60 و70% من قيمه فلوسهم في البنك بزياده الدولار من 15 ل 30 ل 47. شقى عمرهم، برضو استدعاء للافلام يعني، شقى عمري على سواء كان شقى حرام يعني في فيلم العار ونور الشريف، انما في حقيقه الامر شقى عمرهم الحلال، السنين اللي عاشوها في الغربه والفلوس اللي حطوها في البنك مدخر للحياه. في صبيحه يوم من الايام فقدوا ال 40% من قيمتها، ثم ال 60 ولا ال 70 ثم ال 80% من قيمتها. الفلوس اللي كانوا عاملين حسابها انهم هيجوزوا بيها العيال بقوا يجوزوا بيها عيل، وبعدين بعد ما شويه من التضخم بقوا يشتروا بيها العزال بتاع عيل واحد مش يجوزوه حتى. ويعني اللي كان يشتري عربيتين للعيال بقى يشتري كاوتشات يغيروا بيها العربيه القديمه. فاحنا قصاد حاله معدلات التضخم دي عامله تضخم في القلب اكيد عند ناس كتير، تضخم في عضله القلب. يبقى نعمل ايه يا جماعه؟ نعمل ايه؟ نحافظ على صحتنا النفسيه، لانها هي اللي موجوده على خط الجبهه كده في التعب. واول ما تفقد صحتك النفسيه قوتها ومتانتها وصلابتها فمش هتعرف تحل حاجه بعد كده. ده نصيحتي لنفسي وللاخرين، لانه يعني الصوره لا تنفتح على يعني امال عريضه وتفاؤلات كبيره، مما يستدعي تحصن نفسي قصاد المشاكل اللي بتحصل. طيب، ده يوديني لبرضه نقطة مهمة لها علاقة بالصحة النفسية للمواطن. أرجوك حصن نفسك مخافة إنك تتأثر لما يعلن تشكيل الحكومة الجديدة. التوقعات العظيمة باب الإحباطات العظيمة. فإحنا قصاد مشهد قريب لإعلان الحكومة الجديدة اللي ممكن ما تبقاش جديدة. فبرضه ما تراهنش يعني، لا تراهن على آمال أو أهداف ليك معتقد إنه الدولة هتستجيب هتعمل هتسوي، إنه يعني هتفتح لك الشباك يعني، قد تفاجأ فلا داعي للمفاجأة. يعني أعتقد إنه نقلل الرهانات خالص، وزي ما بقول لك التوقعات العظيمة باب الإحباطات العظيمة. لأنه ما أتابعه خلال ال 24 ساعة و 48 ساعة دول، والصورة بدأت تتسع والرؤية بدأت تتعمق. إنه رد فعل الشارع على تكليف دكتور مصطفى مدبولي بحكومة جديدة، وطبعا زي ما بقول وسائل التواصل الاجتماعي طول الوقت مجس، إنما مش تعبير حقيقي عن الشارع، إنما الشارع ممتد بقى يعني، تستطيع أن تتلمسه وترصده وتعرفه وتتعرف عليه من كلامك، نقاشك مع أطراف وأطياف في المجتمع تتلاقى فيها يوميا أو تتحاور معها يوميا. فبالتأكيد بيوصل لك، فضلا عن إحساسك أنت، بيوصل لك رد فعل وردود أفعال الناس المحيطة اللي حواليك، خصوصا لو أنت بتحاول تشكل وتنوع في ردود الأفعال عشان تتحصل يعني رد فعل يلامس أو يقارب الحقيقة. فاللي أقدر أقوله ببساطة شديدة وبتلخيص أشد، إنه الناس بتتعامل مع الحكومة الجديدة على إنها توأم الحكومة القديمة، وأنه لا شيء سيفعله دكتور مصطفى مدبولي يختلف عن الشيء الذي كان يفعله دكتور مصطفى مدبولي. ده الإحساس السائد، وزي ما بقول في أفقي ورأسي يعني، من طبقيا من أعلى الطبقات إلى أقلها، ومن يعني كل الأعمار والأجيال. طلع لأنه في أجيال بالكامل، يعني أتصور أنه إحنا مصر 65% تحت ال30 أظن، تحت سن ال30 يعني، أتصور أن 65% مش مهتمين أصلا بالحكومة ولا يعني معنيين بيها ولا عارفين أسماء وزرائها ولا شاغلين نفسهم بيها أصلا. اللي معني ومهتم أعتقد أنه يعني مش متفائل بتكرار نفس الأسماء، وده يخلينا نسأل ونتساءل يعني هل صناع القرار الأجهزة المسؤولة عن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة هل عندهم هذا الإحساس، تلك الرؤية للشارع والرأي العام، ولا عازلين نفسهم جوه فقاعة وجوه برج عاجي ومتصورين إن لهم أولويات وخطط مش مهتمة مش معنية مش هيحددها رأي الناس ومشاعر الناس؟ طب يا جماعة أرجو أن يكون واضح جدا للجميع، ودي بقى الأمانة التي يجب أن يقولها المرء دائما مهما كانت الظروف ومهما كانت الحوادث والأحداث. الأمانة تقتضي والواجب يقتضي إن احنا نقول إن ردود فعل الناس بتبقى بشكل تراكمي، يعني اللي متوقع إنه في قرار هيتعمل النهاردة فرد فعله يبقى النهاردة بالليل، ده مسألة يعني مش دقيقة ومش صحيحة ومش سليمة، والاستناد على وقائع تاريخية سابقة في وقائع تاريخية أكتر تثبت إن الفعل رد الفعل بتاع الشارع بيبقى تراكمي. يعني الشعب المصري صبور جدا لدرجة إن أحيانا يعني يتهم بإنه جامد، لكن أنا بقول لك الفلاح المصري اللي صبر واستوعب إنه في ضرايب على النخلة بتاعته، على النخلة وعلى صبط البلح وعلى الخيش بتاع النخلة، كل حاجة من دي عليها ضريبة، وعلى السعف بتاع النخلة، الجريد بتاع النخلة، النخلة لوحدها كان عليها حوالي 7 إلى 9 ضرايب على نخلة. فالفلاح المصري اللي تحمل في حياته ده، الفلاح المصري اللي تحمل الصخرة واللي تحمل الضرايب واللي تحمل رسوم الخروج من القرية ورسوم الدخول إلى القرية، حاجة كده زي الدائري زمان دلوقتي، يعني كان يخرج من حدود القرية العزبة يدفع فلوس عشان يخرج، ويرجع القرية يدفع فلوس عشان يدخل القرية. الفلاح المصري اللي تحمل، عشان كده اقول لك الفلاح المصري، انا قلت قبل كده الحكايه دي واشير لها مره اخرى، انه اتهام الفلاحين بانه لقم الفلاحين بقى خبث الفلاحين، ده على فكره لولا لقم الفلاحين وخبث الفلاحين كان الفلاحين بقوا زي الهنود الحمر. يعني لو الهنود الحمر في امريكا عندهم لقم الفلاحين المصريين وخباثه الفلاح المصري كان عاشوا واستمروا لغايه دلوقتي، مش تم يعني انقراضهم تقريبا إلا شوية المحميات اللي موجودة في مناطق في الولايات المتحدة. الفلاح المصري لم يحميه من السلطة والسلطان والاحتلال والاستعمار والاستبداد وكل ده إلا قدر هائل من التحمل والصبر واللقم والخبث علشان يعرف يعيش، وعشان كده هو بقاله 7000 سنة عايش. لا تتصور في ذهنك أبدا وانت بتحلل وانت بتقرأ الأحداث انك تتوقع ردود فعل فورية عاجلة، لا يعني في يعني مفيش ردود فعل اللي هو وكمان بتقولي مساء الخير، مفيش كده. اللي بيحصل واللي بيحصل طول الوقت في تاريخنا تراكم تراكم تراكم. فمرة أخرى لا يغرنكم الصبر، لا يغرنكم السكوت، لا يغرنكم السكون. فلازم نضع الرأي العام المصري في حسباننا وحسبتنا وإحنا بنشكل الحكومة الجديدة، حتى لو بسياسات قديمة، حتى لو بسياسات قديمة. ليه؟ لأنه يعني مش كمان بقى تبقى سياسة قديمة وكمان وجوه قديمة، يعني وجوه مكررة. ما أظنيش إن مفيد استفزاز مشاعر الناس، لا أتصور أنه من المفيد أن احنا نستفز مشاعر الناس، لأن الناس مش ناقصة استفزاز. دعك طبعا من أنه احنا ما سمعناش أي كلام حوالين هي الحكومة دي استقالة ولا إقالة والشكل الدستوري لها، لأنه مفيش حد مهتم بالشكل الدستوري أصلا في البلد، يعني الناس مش فاضية للدستور ولا الشكل الدستوري ولا معنيه بالاجابات عن تساؤلات من نوع انه لو استقاله ليه ما اجتمعتش الحكومه، لو اقاله ليه ما وافقش مجلس النواب طبقا للماده 146 في الدستور، طبقا للماده 147 للدستور، مش مهم دستوركم يا سيادي. يعني الموضوع ما بقاش معنيين بيه قوي في مصر، وشيء يعني ده له دلالته الشاقه والمتعبه والمحيره في نفس الوقت. لكن مرة أخرى يبقى التساؤل عند الناس، هل هي حكومة جديدة بسياسة قديمة ووجوه جديدة، ولا هي سياسة قديمة بوجوه قديمة أيضا مكررة؟ لأنه في السياسة، لو حد مهتم بالسياسة يعني، لأنه زي ما دايما بأكد أن الحكومة المصرية فقدت كونها حكومة سياسية من يوليو 52. في السياسة، في علم السياسة، بيقول انه ضرورة امتصاص الاحتقان لما بيشعر المسؤولون في الدولة باحتقان في الشارع، بثمة غضب او احتجاج او تقلقل او قلقلة. فاللي بيحصل ايه؟ نوع من انواع امتصاص الاحتجاج، امتصاص الاحتقان. يعني ببساطة الأوضة مليانة غاز، فنفتح البيبان والشبابيك، مش نحكم إغلاق الباب بقفل وكمان نسد عقب الباب بقماش ثقيل علشان ما ندخلش هواء، ونحكم من الشباك نعمل له سور حديدي. لا، المنطق يقول لما تشعر تشم هذه الرائحة، رائحة الغاز في الغرفة، تفتح الشبابيك. وبالمناسبة يقول لك هو ده منطق برضه، يعني لما الدنيا كانت مريحة ومرحرحة ما فتحناش، ولما الدنيا تبقى مضغوطة وفي حالة من حالات الأزمات الاقتصادية والضاغطة على أعصاب الناس نفتح الشباك، ده ممكن تقلب. لا، السياسة برضه، علم السياسة بيقول يعني إنه بالعكس، لما الأزمة بتزداد تفتح، لأنه لابد من انفراجات تسرب، تعمل سلك أرضي عشان الكهرباء. إنما لما في الأزمة نضيق كمان، دي بتبقى مسألة يعني تزيد العثرة وتعمق الأزمة. ليه بقى بقول الكلام ده مرة أخرى؟ للمواطن قبل لأي حد تاني خالص، لأنه يعني تجربتنا وخبراتنا مع صناعة القرار في مصر إنه مش معنيين أو بالرأي العام. إنما أنا بكلم الرأي العام بقى، إنه إحنا نخفض مستوى التوقعات، إن إحنا نحفظ صحتنا النفسية نحافظ عليها، إن إحنا نستمد مجد الفلاح المصري العظيم، أهالينا وآبائنا وأجدادنا، ونتجمل بالصبر ونتحمل المشقة والمعاناة، علشان خاطر احنا قصاد لحظة محتاجين فيها ان احنا نحافظ على بلدنا، حتى لو في دفع واندفاع الى انه يثير الوضع غضبك او يأسك. فيا أيها المواطن المصري، خليك أنت الكبير يعني كما أنت كبير طول الوقت. فالتحمل حاجة مهمة جدا، لعل هذا يعطي لصناع القرار مزيد من إعادة النظر والتأمل في إن هم يحرصوا على مشاعر، عواطف، أفكار، رؤى، رأي المصريين. والسؤال الدائم المستمر فيما يخص ما الذي يمكن أن يحمله مصطفى مدبولي في جديده عن قديمه، ده بيخلينا نروح إلى مجموعة من الأخبار والأحداث النهاردة تستدعي هذا التساؤل بقوة، لأنه أنت طول الوقت قصاد ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة من جهة للمستثمر ومن جهة للقطاع الخاص والاستثمار وتشغيل البلد، ومن جهة أخرى للمواطن الفقير. الطبقة المتوسطة مدهوسة طبعا، ده موضوع يعني ما فيهوش فصال، لكن العناوين الكبيرة اللي لازم نتوقف عندها هي إنه هل إحنا قصاد توجه مختلف ولا إحنا قصاد استمرار لذات التوجه؟ ليه؟ لأن النهاردة بنفاجأ على حين غرة وبدون سابق إنذار بأنه وزارة الكهرباء والبترول، وبرضه محدش عارف وزراء الكهرباء والبترول بكل الأزمات الحالية مستمرين ولا لأ في الوزارة في الحكومة، مع احترامي وتقديري طبعا كلهم قامات محترمة جدا وناس كبيرة في مجالها وفي اختصاصها، لكن برضه أنا بتكلم على هو احنا بنسعى لإرضاء شخصيات أو الحفاظ على مشاعرها أو كبريائها وهم موظفون عموما يعني، وإنه الموظف العام يتغير وموقع الوزير ليس موقعا أبديا أساسا، ولا في أي حاجة في الدنيا أبدية، الدنيا كلها مؤقتة، الدنيا كلها ممر. لكن في المحصلة لا يمكن ناخد بخاطر الوزير وما ناخدش بخاطر الرأي العام والشعب، يبقى اختيار غريب جدا. يبقى اسمحوا لي يعني يزداد اندهاشي، واسمحوا لي ان انا احاول يعني احافظ على صحتي النفسيه فاتوقف عند لحظه الاندهاش، مش هتصدم يعني. خاطر الشعب هو اللي بيتاخد وهو اللي بيتم اعتباره ورضاه وراحته وهدوءه اولى من خاطر اي وزير في مصر ولا اي مسؤول في مصر اصلا. فبرجع اقول وزاره النقل ووزاره الكهرباء ووزاره البترول بتعلنان زياده فتره تجفيف الاحمال اليوم ساعه اضافيه، يعني تبقى 3 ساعات. برضه حاجه، من امتى الشفافيه دي؟ يعني هيزودوها يوم واحد، ساعه واحده، من ما تعودناش احنا على شفافيه مريبه. ليه؟ لان اللي مقرا الخبر يقول لك نظرا لتزامن بعض اجراءات الصيانه الوقائيه في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. طيب درجات الحرارة النهاردة درجة حرارة 40، طيب قدامي أنا درجات الحرارة في الأيام التالية، بكرة يوم الأربعاء 40، يوم الخميس 42، يوم الجمعة 42، فيبقى برضو تخفيف الأحمال ليوم واحد في ساعة واحدة، ولا كما قرأنا في أخبار أخرى نزلت ثم سحبت بأنه يوميا. طيب هيحصل إيه بكرة؟ هنعمل بيان تاني بأنه ساعة واحدة ليوم واحد بس، يبقى المرة دي الأربع، ولا الموضوع مستمر أكتر من كده؟ طيب ولا هو فعلا ساعة واحدة ليوم واحد والحكومة بقت شفافة قوي؟ لأنه ده بيقتضي مننا إن إحنا نقرأ خبر تاني منشور في جريدة الشرق، في محطة الشرق وموقع الشرق الاقتصادي. قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد لمدة غير محددة، واخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية بحسب 4 رؤساء لشركات حكومية تحدثوا للشرق مشترطين عدم الإفصاح عن هويتهم. أنا طبعا معايا أسماء ل4 شركات، مش 4 مصادر، ل4 شركات مع يعني بلغوا رسميا فعلا وعارفينهم، يعني انه ان احنا هنقطع الغاز عن مصانع الاسمده الاكثر استهلاكا والمنتجه لماده اليوريا بشكل خاص، في وقت تحاول وزاره البترول زياده الكميات المورده لمحطات الكهرباء للمساهمه في تلبيه احتياجات المستهلكين. تم اختار الشركات العامله في الاسمده بقطع كميات الغاز دون تحديد موعد لإعادة ضخ الغاز لمستوياته الطبيعية. يعني هل برضو الغاز انقطع عن مصانع الأسمدة، واحنا عارفين كلنا ان مصانع الأسمدة هي الأكثر استهلاكا للطاقة وللغاز؟ هل الغاز انقطع عن مصانع الأسمدة خصوصا ال4 الكبار النهارده بس ولا المدة غير محددة زي ما الخبر بيشير. فنرجع تاني بعد يعني برضو تساؤل على الشفافية المفرطة بتاعة يوم واحد وساعة واحدة اللي فوجئنا بيها من وزارة الكهرباء ووزارة البترول، ثم نلاقي نفسنا قصاد قطع للغاز عن مصانع الأسمدة، اللي هو برضو تساؤلات من نوع يا جماعة يعني في نفس اليوم انتم منزلين لنا خبر سعداء بيه قوي يبدو في البنك المركزي وقاعدين منزلينه ويعني ومتفاخرين بيه بابل التيهي والسعادة والفخر. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياط النقدي إلى مستوى تاريخي. أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية 46.1 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 2024، وتجاوزت قيمة الزيادة في مايو 5 مليارات دولار عن إبريل السابق ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي. طبعا ماشي، خبر سعيد لطيف جميل ظريف، لكن السؤال هنا طبعا احنا ما نعرفش نسبة، هنعرف احنا ممكن نعرف لو عايزين، بس يعني نسبة الديون والودايع من ضمن الاحتياط النقدي يشكلوا كام من 46؟ لك مش مهم، خلينا نفرح بال 46 رغم ان فيهم نسبة يعني كبيرة ودائع وقروض، لكن ما علينا. السؤال هنا طب الاحتياطي زاد وفرحانين بيه، طب ما يقل يا جماعه، طب ما يقل، ما يبقى زي الشهر اللي فات، مقابل ان احنا نستورد الغاز ولا نستورد البترول اللي يشغل لنا الكهرباء. ما هي برضو دي حكايه اولويات. يعني احنا سعداء بارتفاع الاحتياط النقدي عشان ايه؟ عشان رقم، يعني عشان نتباهى بالرقم، ولا الاحتياط النقدي ده مع اسمه احتياطي نقدي عشان كده، عشان في الازمات اعرف افك الازمه. فطب مليار منه، مليار بلاش 46، يبقى 44 يا جماعه، ده كان وصل 36، خليه 44 وناخد ال 2 مليار دول للكهرباء والغاز. اصل ده مش ملوش علاقه بانه اصل كل بيت في مصر يشعر بفشل الحكومه لما الكهرباء بتتقطع، ومش عايز برضو اعمل الاحاله بتاع انه اصل احنا ياما اتكلمنا عن قطع الكهرباء ايام الاخوان، لانه ده تحليله خاطئه، تحليله مجرمه سياسيا بجد والله. يعني يجازي السبب في انه يقدم مصر وكانها ثارت ضد الاخوان عشان الكهرباء كانت بتقطع والبنزين ما كانش موجود، ما لهاش اي علاقه. انما الدماغ والرؤيه الضيقه اللي ما بتشوفش عمق المسائل وتتعامل مع شكليات هي اللي بتجيب لنا الكلام دلوقتي. المصريين ثاروا على الإخوان عشان ضد الحكم الديني، عشان ضد حكم عصابة وجماعة، عشان ضد حكم طائفية وتمييز، عشان ضد حكم جماعة غير وطنية، جماعة خائنة. المصريين اكتشفوها بتراكم في السنة الأخيرة. ما حدش بقى يقول لنا اصله البنزين اصل الكهرباء ونقعد بقى نحيل الى الماضي، واصل ده مش حقيقي، القياس خاطئ كمان تماما، التحليله خاطئه زي التحليله اللي برضو مجرمه سياسيا اللي بتقول لك الارهاب بسبب الاقتصاد، اصل البطاله والفقر بيودوا للارهاب. مش حقيقي على الاطلاق، والا اتفرجوا على زعامات التطرف، اغنياء وموسورين وبتاع، شوفوا الارهابيين اللي كانوا بيتقبض عليهم في الكومباوندات. مليونيرات، مش هقول مليارديرات عشان يعني ما بالغش، مليونيرات اللي الاخوان دول ما كانوا ايه؟ فقراء. يعني احنا قصاد ما لا يوجد التفكير اليساري الحكومي اللي متصور انه الارهاب والعيال بتنضم للجماعه الاسلاميه وبتموت نفسها عشان بدون فلوس. يا ايه ده؟ ايه التفكير العاق ده المعوق؟ بقى واحد ياخد 100 جنيه ايام زمان بقى في التسعينات، ولا 1000 ولا 2000 ولا مليون عشان موت نفسه. مش فاهم يبقى عمل ايه يعني؟ خد الفلوس دي ويموت بيها نفسه؟ اصلهم بيجوزوهم يعني ايه؟ يعني يدخل على زوجته الشرعيه في الخلوه الشرعيه ويطلع يموت نفسه؟ يعني ده السبب؟ لأنه طول الوقت عايزين يبعدوا عن السبب الحقيقي الرئيسي، مش هقول الوحيد، إنما السبب الرئيسي الأساسي للإرهاب، وهو ده الدماغ، الثقافة والفكر. الإرهابي صاحب عقيدة، مش إنه مأجور ومؤجر. فطول ما ده التفكير، طول ما بنقعد نقع في الحفرة، والحفرة يعني لازلنا في الحفرة ولازلنا نحفر، ننزل على الغويط أكتر. مرة أخرى، إذا كان الاستثمار يعني طاقة ووقود، يعني كهرباء، حياة المصريين الحياة اليومية يعني طاقة، اسمها كده، اسمها طاقة. فلما يبقى فيها مشكلة، فاحنا كأننا عربية من غير بنزين، خلص الموضوع يعني. فيبقى همنا الأساسي هو إن احنا نلبي الحاجة دي، طب ولا نزود الاحتياط النقدي؟ يجي لنا 24 مليار دولار نسدد بيهم الديون، ولا نجدولها احسن لصالح ان احنا نمشي حياتنا؟ طبعا دي كلها خيارات واختيارات، مش انا اللي بقولها، انا مش كخبير اقتصادي بيتكلم، انا كراجل بيحاول يقول انه بيقرا في السياسه، مش هقول لك يعني بيفهم في السياسه، بيقول ان الاولويات تلزم بالقبول الشعبي والرضا الشعبي وتنفيس الغضب وامتصاص الاحتقان. فيبقى ده الاولويه، انما مش ضغط على الناس، ضغط على الناس، ضغط على... طيب ضغطنا على الناس وفتحوا الشبابيك على الحر، ماشي يستحملوا يعني، والعيال تجيب مراوح في الامتحانات، حاجه يعني وصل لحد الهزل. انما المصانع تعمل ايه؟ اللي بقى عمال وانتاج والات وتصدير والتزامات، يعني مزارع الفراخ، وزير التموين المستقيل او المقال اللي ما نعرفش هيجي لنا تاني ولا لا، هيجي لنا رابع ولا لا، لان دي باين تالت ولايله، بيقول لك هنكلم وزاره الكهرباء ما تقطعش الكهرباء عن مزارع والناس تقول لك وانتوا يعني بتوع المزارع مش عارفين تجيبوا مولدات، يعني حاجه. مره اخرى، كل الكهرباء دي لها تداعيات، تداعيات الطاقه دي. وبعدين مره اخرى برضو السؤال بمناسبه بقى حكومه الدكتور مدبولي اللي القديمة الجديدة، يعني يا دكتور مدبولي حضرتك واحنا بنعمل القطار الكهربي كنا يعني فاكرين ان مصر فيها كهرباء فبنعمل لها القطار الكهربي، واحنا بنعمل محطات الكهرباء مش عاملين حسابنا للوقود بتاع محطات الكهرباء، هنعرف نوصلها ولا لا؟ غاز ومازوت، يعني تخطيط ايه ده؟ يعني السؤال هنا برضو بمناسبة وزارة التخطيط، برضو هنكمل معاها ولا لأ؟ إيه التخطيط ده كله؟ إيه براعة التخطيط ده؟ بنعمل كهرباء وإحنا ما عندناش وقود، وبعدين بنعمل قطر كهربائي وإحنا ما عندناش كهرباء، أقصد عندنا أزمات فيهم يعني. ففين الأولويات؟ خليني أرجع تاني لحصاد 6 أعوام لدكتور مدبولي في صورته القديمة، وهنشوف صورته الجديدة يحصل فيها إيه لما أشوف الموازنة. وعايز بس أشير هنا لنقطة مهمة خاصة بسداد ديون. صحح لي خبيرنا الاقتصادي الكبير الأستاذ هاني توفيق وقال لي إن سداد الديون في الموازنة هنا ال 62% يخص الفوايد بس. أنا قلت امبارح اقساط وفوايد، لا، ال 62% من الموازنة بتروح، الفلوس بتاعتنا بتاعت الموازنة بيروح 62% منها على فوايد الديون مش اقساطها. لو اضفنا اقساطها طبقا للرقم اللي قاله لي خبيرنا الكبير هاني توفيق هيبقى 114% من الموازنة. تصور انه اقساط وفوايد الديون في مصر تشكل 114% من موازنة الحكومة المصرية. مين اللي وصل الديون يا دكتور مصطفى من 25% ل 62%، من 98% من 98 مليار دولار استلمتها حضرتك إلى 168 مليار دولار يا دكتور مصطفى، وبنسدد 62% من الموازنة لفوايد الديون بعد ما كنا بنسدد 25% بس. ده يوديني لفين بقى؟ يوديني الخبر تاني منشور في برضه موقع الشرق، مصر تستحوذ على، ننتبه بقى الحكاية دي، مصر تستحوذ على 30% من تراخيص الاستثمار في السعودية بالربع الأول. يعني إيه؟ يعني يا جماعة رجال أعمال مصريون، شركات مصرية، مستثمرون مصريون راحوا يشتغلوا في السعودية وحصلوا على 950 ترخيص من أصل 3100 ترخيص الحكومة السعودية قدمتها للمستثمرين. إحنا بالنسبة له، إحنا كمصر مصريين رجال أعمال شركات مصرية بالاسم وكبيرة راحت تستثمر في السعودية، لدرجة إنها في الربع الأول من السنة خدت استحوذت على 30% من رخص الاستثمار اللي السعودية مطلعاها. ده فيه حركة نزوح الاستثمار. احنا قاعدين نقول يا استثمار يا عربي، يا استثمار يا أجنبي، بينما الاستثمار المصري نفسه رايح السعودية. أنا يؤسفني إن بعض الشركات الدولة فروع منها والله بياخد تراخيص في دبي وفي السعوديه. هو في ايه بالظبط؟ ده معناه انك بتفتح للاستثمار، ولا معناه انك بتضيع المستثمر لدرجه انه بيسافر؟ هجره المستثمرين ده مؤشر. هل احنا راصدينه؟ هل الحكومه الجديده راصده؟ يعني هل الحكومه الجديده وضع في اعتبارها وفي حسبانها ان المستثمر بيهاجر؟ فاكرين حكايه هجره العقول في مصر زي هجره الاطباء من مصر كده؟ في هجره المستثمرين. ده يقتضي بوضوح شديد ان احنا نعيد اولوياتنا تماما تماما، وما نقعدش ندافع عن سياسات اتخذناها، خلاص اتخذناها وخلاص ادي يعني ما ترتب عليه. وفهمنا ان الحكومه دفاعيه جدا عن نفسها، وفهمنا كمان انها مقرره انها ما غلطتش ابدا ولم ياتيها الباطل من بين يديها ولا من يعني تحتها ولا من فوقها. ماشي اوكي، نبدا بدايه جديده بقى يعني نبدا نفتح صفحه جديده، انما هنكمل في ذات الصفحات ونعيد نفس الانتاج ونقدم نفس الوجوه. دي مساله يعني مؤشراتها باينه اهو، ان احنا وكاننا في ذات الطريق، لكن اتمنى ان احنا نعول على الامل رغم تحذيري من رفع مستوى التوقعات، لانه يعني المساله ليست سهله وبالتاكيد هي صعبه، لكن الامل الكبير الحقيقي في انه الراي العام يبقى جزء من حسبه صناع تغيير الحكومة الجديدة، ويبقى ورق تقارير الرأي العام موجودة ومحطوطة في العين في النني واحنا بنختار الوزراء، وما نجيبش يعني شخصيات غير معروفة مكان شخصيات غير معروفة، وما نجيبش ناس أثروا بتصريحاتهم وسياساتهم ووجوه يعني لها تعبيرات سياسية كده. الوجوه التي استخدمت أو قدمت نفسها بشكل لم تحصل فيه على شعبية أو رضا أو قبول، أو عملت قرارات لم تحظى بالقبول ولا بالشعبية. مش عايز استخدم التعبير، مش عايز أبقى قاسي يعني، رغم إن هو تعبير وتوصيف سياسي عادي جدا، لكن الناس حساسة أوي زيادة عن اللزوم. الناس أقصد المسؤولين يعني، طبعا لأنه إحنا يعني في أفق يعني المسؤولين في مصر من سنوات ما فيش حرية رأي وتعبير بتمارس معاهم بما يسمح لهم انهم يستوعبوا الاختلاف الرأي والمصطلحات السياسية العادية، فبينزعجوا لدرجة ان في البرلمان حذف في المضبطة لكلام سياسي بيقولوا نائب معارض او نائبة، كلام عادي جدا يعني كلام اقل من العادي في عالم السياسة، لكن يبدو انه في يعني تعبير محاكمة الحكومة بقى محتاج انه يتشال من المضبطة، طبعا بطالب من نواب اخرين، يعني مش برئاسة الحكومة، مش رئاسة المجلس. رئيس المجلس قال له تعبير سياسي عادي جدا يعني طبيعي، وبيقول ونائب بيقول رأيه، رئيس المجلس قال كده، انما الاعضاء الموالين يعني تعاملوا مع الموضوع بحساسية شيء. ليه وليه الوزارة ما تتحاكمش؟ هي اسمها محاكمات سياسية، او الاستجواب على فكرة محاكمة سياسية فيهاش حاجة يعني، مش مسألة يعني ما فيهاش ما يضير على الإطلاق، ومسألة عادية وطبيعية. عايز أقول في أقل الدول الديمقراطية، في أقل الدول هامشا ضيقة للديمقراطية. طبعا في مصر في أمثلة أكتر من كده بكتير عن جرأة وعن قدرة كانت موجودة في التعامل مع الحكومات ومع الوزراء. ومسألة دي حاجة اسمها السياسة، بس هي السياسة خرجت من مصر ولم ترجع حتى الآن، لعلنا نراها في صفحة من صفحات المفقودين في الصحف أو في المواقع أو على صفحات فيسبوك. من يجد السياسة أرجوكم رجعوها مصر. بعد الفصل نلتقي. إذن عدنا حديث القاهرة، وهيا بنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث واشنطن، حيث مفكرنا ومحللنا السياسي الكبير دكتور منذر سليمان مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية في واشنطن، والحوار مفتوح. دكتور منذر أهلا بك يا فندم، منورنا. تحياتي يا أستاذ إبراهيم إلك وكل المشاهدين الكرام. بايدن يقدم مبادرة هو نفسه من يعلن في الخطاب أنها اقتراح ومشروع وخطة إسرائيلية، فكيف بها تتحول إلى مبادرة أمريكية ويتحدث الناس حولها باعتبارها مبادرة أمريكية، بل ويحاول بايدن الحصول على موافقة إسرائيلية على المبادرة التي هي في الأصل قال لنا أنها إسرائيلية؟ طبعا هو هي غرابة الموضوع الذي يدل على حساسية العلاقة بين بايدن ونتنياهو وحساسية العلاقة التي وصلت بين واشنطن وبين تل أبيب. من الواضح أنه هذا مقترح إسرائيلي تم نسجه مع الأمريكي، يعني كان مدير المخابرات الأمريكية بيرنز ومسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض ماجوريك كانوا يصوغون هذا الأمر، ونحن لم نفاجأ كثيرا بأنه مضمون هذا المقترح أو هذه المبادرة كان تقريبا، وقيل ذلك، كان مشابها لما وافقت عليه حماس ورفضه الإسرائيلي سابقا. إذن تسويق بايدن هو تسويق اضطراري لشعوره بأنه هو في مأزق ونتنياهو في مأزق، وأن أفضل طريقة لكي يعني يغلق باب المأزق ده هو أن يقدم هو المبادرة نيابة عن نتنياهو كي يخفف من حدود الإحراجات التي ستشكلها عملية التفسيرات لهذه المبادرة. لنلاحظ الآن أن هناك تفسيرات إسرائيلية مختلفة، تصدر حتى بيانات متناقضة عن نتنياهو، وأيضا هناك انتظار رغم الترحيب الأولي من حماس في هذا الأمر، ولكن هناك شبه إجماع دولي تقريبا وإقليمي على دعم هذه المبادرة للشعور بأنها يعني ربما تكون، وأنا تقديري في حال فشلت هذه المبادرة لن يكون من السهل طرح مبادرة في فترة قريبة لاحقة. هنتكلم عن عوامل نجاح أكبر وعوامل فشل أقل، ولا بنتكلم في ميزان المستقبل؟ لكن خليني أروح للمبادرة ذاتها وإعلانها من قبل بايدن. حضرتك بتقولي أنه بايدن في مأزق ونتنياهو في مأزق، ما هو مأزق بايدن الذي جعله يخرج ليتبنى مشروعا إسرائيليا يطلب من الإسرائيليين الموافقة عليه في مشهد يعني غرائبي من الناحية السياسية والمنطقية؟ يعني ما هو المأزق الذي يدفعه إلى أن يقول أن هذه الخطة خطة إسرائيلية، أرجوك وافقوا عليها أيها الإسرائيليون. هو يدرك أن الداخل الأمريكي في داخل الحزب الديمقراطي هناك معارضة شديدة لاستمرار هذا النهج، وهناك استقالات من داخل الإدارة. صحيح أنها ليست لعناصر بارزة جدا ولكنها قائمة. يعني نحن نعلم عن 9 أشخاص استقالوا بمناصب مختلفة، ولكن هناك ومناصب مهمة بالخارجية أو بإدارة المبيعات والإسراف على ومراقبة المبيعات العسكرية الخارجية وخاصة للكيان الإسرائيلي. هناك اعتراض من الكونغرس من أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب، وهناك اعتراض شعبي من الناخبين واعترضوا، وسبق الإشارة لهذا الأمر في عدة ولايات كانت هناك أصوات معترضة في الانتخابات التمهيدية. إذن هو من جهة هذا، من جهة أخرى هو منح لحكومة الحرب الإسرائيلية فرصة فيما يتعلق في رفح. قال أنا لا أرغب في عملية واسعة برية واسعة، وقال وافق على عملية محدودة. نحن نقترب من الشهر على هذه العملية المحدودة زمنيا ومكانيا، وبالتالي لم تستطع القوات الإسرائيلية تحقيق سوى أنها أخذت وسيطرت على محور فيلادلفيا وقطعت المعبر رفح عمليا من جانبها. إذن هذا شعر، وحصلت مجازر واضحة، يعني الخيم التي احترقت والأشلاء للأطفال والنساء التي تمت بأسلحة أمريكية. هذا أيضا شكل عامل إضافي ضاغط عليه، وهي تقترب الساعة تقترب للانتخابات الأمريكية في نوفمبر والمؤتمرات الحزبية في يوليو وفي أغسطس للحزبين، يعني الحزب المناظرة المفروض الجمهوري والمناظرة قادمة، وسيكون هناك كشف حساب، وسيكون بمقدور ترامب اتهامه بأنك أنت مسؤول عن إطالة أمد الحرب هذه، أنت لم تقدم للكيان الإسرائيلي ما يحتاجه. يعني سيكون مزايدات في الداخل الأمريكي بين الحزبين، ولذلك وجدنا أنه الآن هناك جائزة ترضية. وافق الحزب الديمقراطي على مقترح الحزب الجمهوري فيما يتعلق في دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب مشترك أمام المجلسين. حصلت الموافقة أخيرا لأنه كان في تمنع من رئيس الأقلية حصلت الموافقة عزيزي، وحتى من الشيوخ كمان شومر الذي كان عضو مجلس الشيوخ الذي ألقى خطاب ينتقد فيه نتنياهو ويدعو لانتخابات مبكرة وافق. ولماذا وافق؟ طبعا بالتنسيق مع إدارة بايدن، لأن إدارة بايدن كانت ستشعر بالإحراج في الاستمرار في معارضة نتنياهو، ولاستدراج نتنياهو أو إعطاء جائزة طردية نسبية. لم يتم تحديد موعد إلقاء الخطاب، هناك من يتحدث أنه ربما يتم في منتصف حزيران تقريبا أو بعده قليلا، يعني في الأسابيع القادمة. وهناك سيكون مقاطعة على فكرة كبيرة لهذا الخطاب من قبل أعضاء في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي. لنتذكر يعني أنه في عام 2015 عندما أتى نتنياهو رغما عن أنف أوباما آنذاك بواسطة الحزب الجمهوري، قاطعه 58 نائب من الحزب الديمقراطي بصمت. طبعا لم يتم الاحتجاج الكبير، ولكن الآن هناك أصوات منددة من المجلس الشيوخ ومن النواب، وقد يصل الأمر إلى 100 عضو يعترضون. سيتوقف الأمر على اللحظات الأخيرة، هل أن هناك صفقة تجري قبل هذا الخطاب أم لا؟ هذا سيكون العام. يعني هو لو جاء بعد هدنة غير لو جاء مع استمرار الحرب. بالتأكيد سيكون هناك تخفيف. سيكون تخفيف، ستبقى المقاطعة لأنه هناك اتهام درجتها لأنه هو المسؤول. نعم. طيب حضرتك بتقول هذا هو مأزق بايدن، مأزق انتخابي بالضرورة، لكن مأزق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أو علاقة بايدن بنتنياهو مش يخلي نتنياهو بايدن يتردد في طرح مبادرة يمكن أن ترفضها إسرائيل، ومن ثم حتى الورقة الأخيرة اللي بيراهن عليها بايدن وإعلانه بشكل كبير جزء منه مسرح سياسي، يعني إنه كأنه في حاجة جديدة وحدث هام يطرحه بايدن، فيرفع درجة الرهان إلى هذا الحد وقد يخذله نتنياهو. ألا يشكل هذا ضغطا إضافيا على بايدن في الانتخابات وضغطا عليه في العلاقة مع إسرائيل؟ هو في الحسابات يبدو أنه قارن ومساعديه بأنه من الأفضل أن يتم عرض هذه المبادرة والقول بأنها بموافقة إسرائيلية، وبالفعل هو جرى موافقة نتنياهو. ترك مسألة المرحلة الثانية، تركها بصيغة غامضة، بمعنى أنه المرحلة الثانية في الاتفاقية تقصد حضرتك؟ في الاتفاقية بمعنى 6 أسابيع المرحلة الأولى، وأنه المرحلة الثانية هي تتم عبر التفاوض، بمعنى أن موضوع وقف الأعمال العدائية يتم بعد التفاوض، وأنه خلال التفاوض خلال 6 أسابيع يعني هناك مفتوحة على أن يستمر هذا التفاوض، بمعنى أنه تبقى فترة 6 أسابيع مستمرة. لذلك هو يقول، بس القراءة الإسرائيلية بتقول أنه ده معناه مش إلزام وقف إطلاق النار. بالضبط، يعني هنا هذه نقطة كيف سيتم تخريج الموقف، ولماذا تضغط الآن الولايات المتحدة ولديها مشروع حتى في مجلس الأمن لمحاولة الضغط، وهي تحاول إبعاد الضغط عن إسرائيل إعلاميا لتقول أن حماس هي المطلوب منها الموافقة. وصيغة المشروع القرار المطروح في الأمم المتحدة الذي اطلعنا عليه والذي لم يطرح للتصويت بعد هو يدعو أن كل الدول ومجلس الأمن يضغط على حماس للموافقة بدون شروط على هذا الموضوع، لكي يأتوا إلى الإسرائيليين ويقولون بأنه تمت الموافقة على عدم إنهاء يعني وقف مستدام ودائم للحرب، وأن ال3 مراحل ستجري، وأن هناك موافقة على المفاوضات. يبقى أن بايدن عندما طرح الأمر وحتى في مبادرة قال أن هناك أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية تعترض على هذا الطرح، وأنا أتمنى عليهم أن يعدلوا في موقفهم. وهو خاطب بالطبع الجمهور الإسرائيلي الضاغط على نتنياهو وعلى الأطراف. إذن هناك المأزق نتنياهو أنه من يمينه ومن يساره هناك من يعترض عليه، يعني جانس لنفترض أنه من يساره، وسموريتش وغير وبن غفير من يمينه، وبالتالي هو يحاول الموازنة دون أن يصل إلى حالة قطيعة مع بايدن. لأنه كنت أشير إلى أنه عندما قارن مساعدي بايدن بين أن يصدر المبادرة ويحاول السعي لها وبين عدمها، أنه بالعكس سيأتي إلى المعترضين في الداخل الديمقراطي والأمريكي ليقول أنا حاولت جاهد، والمشكلة ليست لدي، المشكلة لدى نتنياهو. إذن هو الذي عطل إمكانية التوصل إلى صفقة رهائن، إلى وقف يعني الحد الأدنى عند بايدن إبراء ذمة أمام المجتمع. بالضبط، أن هذا هو يعني هو خسران. هو حتى الآن يدرك أن هذه الحرب التصقت به كما التصقت بنتنياهو، وأنه من تداعيات هذه الحرب السلبية ستكون عليه، ولو خسر الانتخابات ستكون هي الأبرز وليس أوكرانيا وليس حتى ملفات أخرى. سيكون هذا الملف من الملفات الأساسية، وبالتالي من هنا يجد حصر يعني الخسائر قد يكون عبر هذه المحاولة والضغط. ولذلك وجدنا صدر بيان مشترك عن الوسطاء الأمريكي والقطري والمصري، وصدر بيان عن الجي 7 منظومة الدول السبعة، وهناك محاولة أيضا من أوروبا الاتحاد الأوروبي أيضا لتأييده، وهناك محاولة الآن لطرح الموضوع في مجلس الأمن، وحتى طبعا هناك سعي عربي وإقليمي، يعني تم الاتصال حتى في المغرب في تركيا لتأييد المبادرة وغيرها. وهناك محاولة أيضا لطلب أن الضمانات لنجاح واستمرار هذه الصفقة هو الأمريكي والقطري والمصري، بمعنى الأمريكي على الإسرائيلي، والمصري الطرف الرسمي المصري والطرف القطري على حماس وعلى الأطراف الفلسطينية. لكن هناك عنصر أساسي ورئيسي في المشهد يبدو غائب في موضوع الهدنة كله أو الاتفاقية، وهو إيران. احنا بنلاقي خامنئي في خطبة الجمعة بيتكلم بوضوح في آخر مؤتمراته أو خطبه بأنه تبني كامل ل7 أكتوبر، أنها أجهضت مشاريع سيطرة إسرائيل على المنطقة، بيقول للفلسطينيين لا تراهنوا على الهدن ولا الاتفاقيات، وكأنه يعني خط أحمر أو رفض إيراني لموافقة من قبل حماس وفصائل المدعومة من إيران على الاتفاقية، وهذا عنصر بالغ الأهمية. بالتأكيد هذا عنصر بالغ الأهمية، ولكن علينا أن نزين هذا الموضوع بدقة. هل أن إيران بما جرى حتى الآن لم يتعزز موقفها الإقليمي؟ بالتأكيد تعزز موقفها الإقليمي، ورغم كل الاتهامات بأنها إيران هي التي أمرت، إيران لا تنفي أنها تزود بالسلاح والمال وغيره، ولديها مصلحة، وأيضا لديها حلفاء يتم إطلاق عليهم أذرع إيران في المنطقة. ولكن القضية الفلسطينية والفلسطينيين تحديدا هم الذين جعلوا من القضية الفلسطينية قضية تتصدر الآن على المسرح الدولي مرة أخرى، ويصبح هذا التأييد العالمي الغير مسبوق بالفعل حتى في الجامعات الأمريكية وحتى في الداخل الأمريكي وعلى مستوى العالم. هذا كان سيكون هناك، ولاحظ أنا في تقديري إدارة المعركة حتى الآن بأنه رغم جبهات المساندة من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى غيره، إلى أنه وجبهة الإسناد الأمريكية عبر الجامعات وغيرها وعبر التأييد الشعبي، إلا أن القصة بقيت ليست إيرانية، هي ليست حرب إيران في المنطقة لتعزيز نفوذها، رغم أن ذلك سيعزز كون إيران هي اختطت الطريق بدعم والمراهنة على المقاومة الفلسطينية أو الدعم الخيار المسلح. هذا الكلام انطبق على غزة، لا ينطبق على لبنان، حيث بادر حزب الله هو المبادر، لا ينطبق على الحوثيين حيث الحوثيين هو المبادر، الجيش الشعبي والفصائل الموالية لإيران في العراق هي المبادرة، ومن ثم ده دور إيراني مباشر. حتى لو اعتبرنا أنه اللي حاصل في غزة مجرد دعم إيراني بتستفيد منه حماس، وتعلن حماس هذا بقوة يعني، ولا تقول شيئا مخالفا أن احنا مدعومين من إيران، وبتشكر إيران وبتعتبر أنه ده جزء من البطولة الإيرانية. لكن في المحصلة دخول إيران عبر أذرعها الأخرى ده دخول مباشر وواضح، ليس فيه فكرة أنها بتتصرف من تلقاء ذاتها هذه الأذرع. هذه الأذرع إذا استخدمنا هذه التسمية لديها هامش من الحركة والاستقلالية، علينا الاعتراف به بحسابات، إن كان خاصة على موضوع حزب الله في لبنان أو حتى أنصار الله. هامش تكتيكي مش استراتيجي يا دكتور منذر، هامش تكتيكي. أستاذ يعني إبراهيم، هم جزء عضوي من التركيبة الداخلية إن كان في لبنان أو إن كان في اليمن، ولديهم حسابات في لبنان. لو وقفت الحرب، أنا أطرح سؤال التالي، لو وقف العدوان في غزة، هل سيكون هناك مبرر لاستمرار جبهة الإسناد العربية الأخرى، بمعنى من لبنان من اليمن من سوريا من العراق؟ لا، ولو لم تستطيع إيران أن تأمر. لو ما حصلش 7 أكتوبر ما كانش هيبقى في عدوان إسرائيلي على غزة، يعني فكرة ذرائع وأسباب، طبعا في ذرائع وأسباب ده، ولكن السؤال إلى أي مدى سيبقى الفلسطينيون بدون وطن بدون دولة بدون حل؟ مش عارف، وهذا هو الجذر. 7 أكتوبر هي نتيجة للتجاهل الدولي والأمريكي والإسرائيلي ولاستمرار الاستيطان وتجاهل الشعب الفلسطيني وإبقائه في حالة حصار وفي خيارات معدومة، رغم أن هذا الشعب حي ويستحق والخيارات تعددت. دلوقتي احنا بنشوف السلطة الفلسطينية وهي بتعلق على التصريحات خامنئي وبتقول ان احنا مش لعبة في يد إيران، والشعب الفلسطيني وأرواحه وممتلكاته وأرضه التي خربت ودمرت ليست أداة من أدوات اللعبة الإيرانية في المنطقة. وكان يعني لهجة واضحة تماما في انه إيران وراء ما يحدث من تحركات أو مواقف من حماس، وده فصيل فلسطيني هو الأغلبية على الأقل. يعني حماس لا يمكن لأحد أن يدعي أنها أغلبية الشعب الفلسطيني. السلطة الفلسطينية وهي تمثل قطاعا واسعا من الشعب الفلسطيني يرى ما رآه من التدخل الإيراني، ولم تكن هذه العملية 7 أكتوبر لخدمة القضاء الفلسطينية، بدليل أنه التصريح نفسه من السلطة الفلسطينية أنه ده جرى دمارا على غزة وعلى شعب غزة. للأسف الشديد أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع إلا إصدار البيانات. يعني السلطة الفلسطينية على الأقل يا دكتور منذر البيانات ما دمرتش رام الله ولا لا. يعني أنهت الضفة ولا شردت الشعب الفلسطيني في الضفة. ولكن هل استطاعت السلطة إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية؟ والسؤال هنا، وهل استطاعت حماس المستوطنين المتطرفين؟ لا. ده سؤال ممتاز. يعني السؤال نفسه وجهه لسيادتك، وهل استطاعت حماس في 2008 2012 2014 2021 2023 أن ترد العدوان الإسرائيلي أو تحرر شيئا أو تقدم حلا؟ أنا في تقديري أن خيار أوسلو وصل إلى طريق مسدود، وأن إسرائيل قضت على أحلام الدولة الفلسطينية التي يتم الحديث عنها، وبالتالي لم يترك سوى خيار الكفاح المسلح. تتفق مع حماس، تختلف مع حماس، ولكن هناك لم أشهد مظاهرات في غزة تندد بالعمل المسلح. يصبر هذا الشعب الفلسطيني وهو صابر. ده مرضه الصبر ولا مرضه الاستبداد؟ لا، ما هو يعني ومرضه ان احنا وسط حكومه عربيه شأن كل الحكومات يعني العربيه تمنع شعبها بالتعبير عن نفسه. لو يا استاذ ابراهيم لو قدم خيار اخر مريح للشعب الفلسطيني بدل الحصار وبدل التشجيع، يعني حضرتك بتعتبر الموت خيار مريح، الدمار خيار مريح، التهجير خيار مريح؟ لا المفاوضات الدولية ولا المجتمع الدولي ولا كل المحاولات وصلت إلى طريق مسدود. هذه حقائق، هذا لا يعني من الصعب على المبصر أن ينكرها، لكن البدائل يعني احنا بنتكلم على البدائل. هل الموت والتهجير والتدمير هو بدائل للفشل السياسي؟ بتاريخ كل الشعوب التي كانت محتلة لا بد من طريق متعدد الوجوه، بما فيه الكفاح المسلح، عندما لا يترك لهم شيء. على المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي وغيره والإقليمي أن يوفر للشعب الفلسطيني خيارات حقيقية. المشكلة أن خيارات التسوية وصلت إلى طرق مسدودة جعلت الشعب الفلسطيني في هذا الواقع. هذا لا يعني أنه يرغب في هذا الطريق، هذا طريق شاق وطريق مدمر وطريق لديه تضحيات جسيمة، ولكن هو دفع إليه. وبالتالي هناك علينا الاعتراف بأن هناك درجة من الاستقلالية لدى المقاومة الفلسطينية، وليست يتم تحريكها من مراكز إن كان في طهران أو غير طهران. هي تتحرك من عامل وطني يتعلق بحقها في تقرير المصير، وفي إيجاد كرامة للشعب الفلسطيني وحق في وطن مستقر ومستقل. المشكلة طالما أن العالم يتجاهل سيكون هناك تحرك واستخدام. هذا لا يعني الموافقة على كل ما يمكن أن تتصرف به المقاومة، ولكن على العالم أن يجد بديلا واقعيا لهم لكي يختاروه ويحقق الحد الأدنى من طموحاته. تتذكر المبادرة الرسمية التي صدرت عن مؤتمر بيروت للدول العربية، أين هي؟ وكان يفترض أن تصل إلى حل ما. هذه هي المشكلة الرئيسية أستاذ إبراهيم. صحيح طبعا. يعني لو اكتمل النقاش هكلم حضرتك عن دور اليمين الإسرائيلي واليمين الإسلامي اللي حضرتك بتسميه المقاومة في تدمير أوسلو وفي تدمير أي مشروع إيجابي ينتج عن مبادرة السلام العربية. لكن خليني أرجع لمبادرة بايدن. بيقول إن مفوضين من قسم السياسة الخارجية ومجتمع الاستخبارات والإدارات الأخرى لم يكتفوا في الأشهر القليلة الماضية بالتركيز بلا هوادة على وقف إطلاق النار الذي كان ليكون هشا ومؤقتا بشكل حتمي، بل ركزوا أيضا على الوقف المستدام للحرب ويتيح مرحلة مستقبلية أفضل لغزة بدون أن تكون حركة حماس في السلطة، ويعد لتسوية سياسية توفر مستقبلا أفضل. وهو بيقول إنه حماس مش في السلطة، حماس في المشهد. كيف يطلب من حماس الموافقة على مبادرة هو نفسه بيقول إن أنت هتخرجي بره؟ يعني هل حد قال له إن حماس يعني مضت قرار بإن تصفيت نفسها مثلا؟ شوف، هذه هي المفارقة الكبرى، أنه الأمريكي والإسرائيلي متفقان على إنهاء وتدمير حماس. هذا كان الهدف المشترك، يختلفون على الطريقة. عندما يقول بمبادرة بايدن هو اعتراف بأنه لا يمكن القضاء على المقاومة، لا يمكن القضاء على حماس، وبالتالي سيبقى مهما كان طرفا في المرحلة التي تلي وقف القتال. 100%. بالضبط. اذا طيب ازاي هو يحل السؤال ده؟ السؤال انه ما هي الآلية التي يجب التعبير عنها لإرادة الشعب الفلسطيني؟ هل يترك للشعب الفلسطيني حرية الانتخاب تحت إشراف دولي وغيره مثلا إلى آخره؟ المشكلة أنه السلطة الفلسطينية أيضا مرفوضة من شعب غزة ومرفوضة من الإسرائيليين أيضا. والآن الموقف الأمريكي هو تعزيز السلطة الفلسطينية وإعطائها ومنحها دور تستطيع فيه إدارة قطاع غزة ويكون إدارة مشتركة. المشكلة حتى الآن حتى موضوع حل الدولتين لا توافق عليه حكومة نتنياهو، فبالتالي هناك أيضا طريق مسدود. يبدو أن الإدارة الأمريكية وصلت إلى قناعة بعد 8 شهور من الحرب والعدوان أنه لا يمكن القضاء على المقاومة، وبالتالي لا يمكن القضاء على حماس، يجب التعايش. ولكن كيف ستخرج صيغة التعايش؟ صيغت بالطريقة التالية: أننا نحن نجد أن وصلت إسرائيل عبر عدوانها إلى أن لا تمكن حماس من أن تخوض 7 أكتوبر آخر، وأن هذا يكفي وعلينا التعامل دون أن تقول ذلك، ولكن الاعتراف. هو قال في الخطاب أنه حماس لن تكرر 7 أكتوبر وأنها خسرت خسائر كبيرة، لكن السؤال هنا مش قدرة حماس، السؤال هنا حكم حماس وبقاء حماس اللي بتتمسك ببقائها في السلطة الفلسطينية في غزة، وإنها تدير غزة، وإنه حتى يوم ما بتتنازل بتقول ده قرار الشعب الفلسطيني. لكن في المحصلة كيف يمكن أن تقبل حماس بمشروع ومبادرة تحمل من طرفين رئيسيين أمريكا وإسرائيل شرط إنها مش موجودة؟ ما هذا هو يعني التناقض الذي تقع فيه المبادرة والاعتراف الضمني الذي لا يمكن قوله علنا بأنه سيكون هناك دور لحماس. كيف سيكون تخريج؟ تم الحديث عن إعادة الإعمار، عودة ده كل ده إحالة بقى للمرحلة الثانية والثالثة. بالضبط. هذا الكلام هو يعني أنه يتم تدخل عربي ودولي في وضع مساعدات كافية، ليس فقط المساعدات الإنسانية، إلى موضوع إعادة الإعمار، ويربط إعادة الإعمار بإيجاد الحكومة الانتقالية التي لا يمكن أن تكون بعيدة عنها حماس. يعني يا دكتور، وكأننا نفهم المبادرة دي كلها هي مبادرة المرحلة الأولى، لأنه من المرحلة الثانية الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، وارد فيها كل يعني هو رجل يريد أن يحصل على 42 يوما من الهدوء يعني بالتأكيد، وإطلاق دفع من الرهائن ومن الأسرى تمهد وتساعد الجو الإسرائيلي لتقبل المرحلة الثانية التي يتم فيها استلام حتى الجنود الرهائن. وهذا هو كان هاجس بايدن، بأن خلق هذا المناخ سيساعد في الوصول إلى المرحلة الثانية، وأن يكون هناك تفاوض مستدام بمعنى وقف الأعمال العدائية، ويتم البحث عربيا ودوليا وإقليميا بكيفية إيجاد صيغة المرحلة إعادة الإعمار، وتشكل عامل الضغط الذي يحول بتقديرهم حماس إلى أن تكون جهاز سياسي مدني وليس جهاز عسكري يشكل خطرا على الكيان الإسرائيلي. طيب ننتقل مرة أخرى بقى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين بايدن وترامب. الحدث الكبير هو الحكم على ترامب بالإدانة في 34 تهمة، ثم نجد أنه في 24 ساعة بيجمع أكبر عدد من التبرعات أو أكبر رقم من التبرعات في يوم واحد، 53 مليون دولار. إحنا قصاد مشهد معقد، الراجل محكوم عليه يعني بالإدانة، ثم يخرج ترامب يطالب بسجن القاضي الذي يعني يحاكمه. إحنا إلى أي حد استفاد ترامب من الحكم فيما يخص إدانته، وإلى أي درجة يمكن أن يستفيد بايدن من فكرة أنه أمام مرشح مدان؟ أحد المفارقات في النظام الانتخابي والقضائي الأمريكي أنه عندما يدان شخص لا يحق له التصويت، ولكن يمكن أن يترشح، وهذا ما يتعلق في ترامب. ترامب يستطيع أن يترشح مرة أخرى للرئاسة، ولو حتى لم يكن رئيسا، لو أدين يحق له الترشح ولا يحق له أن ينتخب نفسه. بكل الأحوال المشكلة التي تواجهها أمريكا أن هناك لا ثقة في النظام الانتخابي والديمقراطي المستقر، ولا ثقة في النظام القضائي. يعني تلاحظ الآن هذا النظام القضائي الذي كان ولا يزال في جوانب منه يشكل نموذجا يقتدى. موضوع المحلفين أنه مواطنون زي أي مواطن آخر، هم يكون وليس القاضي هو الذي يحكم بالادعاء ويصدر الحكم، يتم شرح الأدلة من قبل الدفاع ومن قبل الادعاء، وبعد ذلك يتم التصويت. ولو شخص واحد من المحلفين كان ضد أن يتم القرار بالإجماع لا وقف القرار ولم يصدر الحكم. لاحظ مدى الإدانة والبراءة اللي في إيد المحلفين، إنما الحكم في القاضي. يعني هذا أحد مظاهر فعلا التي يجب أن يحترم في القضاء الأمريكي. ولكن الآن في طريقة تعامل ترامب معه، الذي ينسف القاضي وينسف المحلفين وإلى آخره، هم ينسفون أحد أسس يعني الآن هانتر بايدن ابن الرئيس بايدن يتعرض لمحاكمة وسيكون هناك محلفين، وبالتالي بمعنى أنه نظام المحلفين في القضايا الجنائية التي ليست جرائم كبرى مثلا، يعني هي مسائل، وحتى في الجرائم الكبرى هي مسألة يعني محببة ومسألة مرغوبة ومسألة تشعر المواطن بدوره. وعلى فكرة كل مواطن أمريكي يأتيه من وقت لآخر طلب بأن يسجل تكليف المحلف. إذا الآن نحن أمام واقع أنه لا شيء يحول دون قطار ترامب من التقدم. هو يتقدم بقطع النظر عن صدور 34 اتهام، وهناك محاكم أخرى يعني قد لا تجري قبل الانتخابات. نحن لا نجد أن بايدن استطاع أن يحقق تقدما انتخابيا بسبب أن هناك رئيس متهم مقدم للانتخابات، ولا يعطل حملته الانتخابية، لا بل سيتم كل الأنظار ستتجه الآن حول المناظرة التي ستتم ومن يعني سيبرز فيها ويتفوق. رغم أنه عادة الديكور الجماهيري بتواجده يشكل عامل مساعد في تحقيق الغلبة بكيفية انعكاس. المناظرة القادمة مناظرة بعيدة نسبيا عن موعد التصويت، ويمكن لتأثيرات أخرى عقب المناظرة تؤثر أكثر. يعني أشكرك جدا دكتور منذر سليمان مفكرنا الكبير، ويعني إلى لقاء بقى مع المناظرات، أو ربما إن نجحت الهدنة نلتقي لنحلل ونفسر في مرحلة أولى ومرحلة تانية. أشكرك جدا دكتور منذر سليمان. أشكركم وإلى فاصل. إذا عدنا حديث القاهرة، جريمة غريبة ومؤلمة ويعني وغامضة للغاية، وتحمل من الشناعة والفظاعة حجما هائلا، جرت لمواطنة مصرية في تركيا في زيارة لتركيا. دكتورة نهى محمود سالم في زيارة لتركيا إذا بها جثة عارية، يعني ممارس عليها تعذيبا شديدا وغريبا، بما يثير الأسئلة والاستفهامات الكثيرة، خصوصا وأنه هذه قصة ليست جنائية فحسب، ولكن لها أبعاد أيضا لا علاقة بشخصية المجني عليها، شخصية الضحية، أبعاد سياسية ربما، أبعاد لها علاقة بالتطرف الديني، أبعاد لها علاقة بموقفها الفكري والسياسي من جماعات التطرف. خلينا أروح إلى كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ سامي عبد الراضي، رئيس تحرير تلجراف مصر. أهلا بك أستاذ سامي، منورنا. منور يا أستاذ إبراهيم، ومفيش يعني في حضورك وفي الله يحفظك. الله يحفظك كاتب صحفي كبير، الله يحفظك أستاذ سامي، تلاميذك يعني. لا إزاي، العفو. أستاذ سامي، هل ممكن نقرب للناس يعني عناصر هذه الجريمة، وما الذي يمكن أن يعني نسرده من تفاصيل تشرح وتفسر ما جرى؟ تمام. الدكتورة نهى كان المفترض عودتها، هي طبيبة. نعم طبيبة، هي طبيبة، كان المفترض عودتها لمصر من 10 ايام، ولكن هي اتأخرت، فأسرتها بدأت. كانت في رحلة سياحية ولا في رحلة لزيارة حد؟ كانت سياحية، ويعني رحلة سياحية ممزوجة بزيارة شخص قيل ان هم هيرتبطوا أو مرتبطين أو أزواج يعني، وهو أصغر منها في السن، هو مصري وعمره 45 سنة وله يعني عنده البيزنس بتاعه هناك في تركيا، مقيم هو في تركيا يعني، اصغر منها ب 19 سنه، واسرتها او ولادها واحفادها كانوا معترضين على هذا الارتباط. بداوا يدوروا يعني، كان ارتباط معلن ومعروف لاطراف العائله. وكانت ابنائها رافضين يعني، عندها طبيعي يعني اسر فيها كده كتير يعني. فكان المفترض زي ما اقول لحضرتك كانت راجعه قبل 10 ايام، ما رجعتش. في عندها ابن مقيم في دولة الإمارات، سافر من الإمارات لتركيا وبدأ يدور عليها هناك في تركيا، وبلغ أجهزة الأمن في اسطنبول، وكان في التوقيت ده أو بالتزامن مع رحلة بحثه كان في معثور على جثة مشوهة عارية لسيدة في العقد السابع، واتعمل تحليل وتمت مضاهاة الدي ان اي بينه وبين هذه السيده، وتبين ان هذه السيده هو اللي بيبحث عنها والدته، وكان ممارس ضدها تعذيب او يعني معذبه بشكل فج يعني. كانت منتزعه الاظافر، كانت حليقه الراس، كانت عاريه، كان وجهها ومعالمها مشوهة بمادة كاوية اللي هي مية النار، فكان مستحيل يتم التعرف عليها لأن ما كانش في حوزتها أو في المحيط اللي عثر فيها عليه أي أوراق تدل على هويتها. عثر عليها في حديقة أو غابة أو جبل، في أي مكان. حديقة عامة يعني. حديقة عامة، وعثر يعني سيدة في عمر الرابعة والستين ومورس عليها كل هذا التعذيب. طبعا يعني نزع الأظافر ده معناه انه تعذيب مورس في وقت طويل يعني. لا، تعذيب ممنهج يعني، نزع اظافر وحلق الراس ثم تشويه بماء النار، ده تعذيب يعني ممنهج. لا يمكن تكون جريمه صدفه ولا جريمه سرقه ولا جريمه مفاجاه، دي جريمه معده ومجهزه، وقعد وقت طويل معذبها يمارس التعذيب. اكيد كانت رهن للاختطاف او الاحتجاز، او كان مسيطر عليها علشان خاطر ده يحصل يعني، متكتفها يا استاذ ابراهيم. ما فيش عامل مقاومه كمان منها طبعا. لا، مكتفينها، وفي تلذذ في التعذيب، ولكن من ارتكب الجريمه؟ من؟ يعني حتى هذا السؤال اجهزه الامن في تركيا بتحاول الإجابة عليه، لأن ما فيش إجابة حتى هذه اللحظة، ما فيش أي معلومة واردة من هناك. بس غريبة يا أستاذ سامي، إحنا عارفين إنه موبايل معناه يمكن يحصل تتبع لآخر الأماكن اللي هي كانت فيها، اللقاءات اللي عملتها يعني، الأمور تكنولوجيا أصبحت ميسورة في الحصول على أطراف للقضية يعني. طبعا بالموبايل وبالكاميرات والتتبع المفترض. كان مفترض يصلوا للمكان اللي على الأقل محتجزة فيه أو آخر نقطة تواصل معها عبر الهاتف بتاعها، كان المفترض يصلوا. السؤال هنا مين ربما يكون يعني، يا إما جماعة متطرفة زي ما حضرتك تفضلت. لا، جماعة متطرفة ليه؟ ده سؤال مهم. جماعة متطرفة لأن ما الذي تمثله دكتورة نهى الله يرحمها من خطر على أي جماعة يعني. تمام، ما انا هقول لحضرتك يعني خلينا في الاول اقول بس، يا اما جماعه متطرفه، يا اما مشاكل حصلت مع الشخص المرتبطه به اللي هو الشاب. هل الشخص ده محتجز؟ الشخص ده ما عنديش معلومه عنه، لان احنا حاولت النهارده اتواصل. السلطات التركيه ما قالتش هو محتجز مستجوب. اتواصل مع المتحدث باسم الداخليه التركيه، ولكن تعذر التواصل. ما فيش حد اعلن حتى هذه اللحظه انه متورط الا اسرتها يعني. اسرتها عندها تشكك في ان هذا الشخص ربما يكون وراء الجريمه. هل هناك امر سياسي؟ هل للمعتقدات اللي عند الدكتوره نهى؟ ايه الدكتوره يعني، ايه المعتقدات اللي عند الدكتوره نهى؟ ايه موقفها السياسي اللي خليها؟ انا قبل ما يعني من شويه كده لما قالوا لي ان انا هطلع مع حضرتك عملت سيرش عن الدكتوره، فاكتشفت انها طلعت مع زميله اعلاميه يعني. مع الزميله ريهام سعيد يعني. احنا مع ريهام سعيد في 2014 قبل 10 سنين في حوار مدته 38 دقيقة، وهي في هذا الحوار تكلمت عن عبقرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن أنكرت فكرة أنه هو رسول، وكانت بتناقش يومها في كتابها لماذا خلعت النقاب، واتكلمت فيه على فكرة انها كانت منقبة في الحوار، منتقبة، وانها اجرمت في حق شقيقتها وخلتها ايضا ترتدي نقاب، وانها خلعت النقاب ولكن مش ما قدرتش تقنع اختها انها يعني تقلع النقاب، وقالت ان زوجها وبعض من ابنائها متشددين اصوليين متشددين، ومنهم من ينتمي لجماعة الاخوان، ومنهم من رفض أن تقيم معه في منزله خوفا على منزله اللي هي زوجة ابنها وأحفادها، منها ومن شخصيتها ومن فكرها المتحرر. هكذا أستاذ سامي، يعني ممكن نعد البعض مئات الحالات المشابهة يعني، والكلام اللي حضرتك بتقوله ده من 10 سنوات. ايوه يا استاذ ابراهيم، انا بتكلم في فكره ما قالته الدكتوره نهى محمود سالم وما نقلته في كتابها اللي هو لماذا خلعت النقاب. يعني هو ده كلام الدكتوره نهى، واكيد عندما تنتهي حياه شخص بهذا الشكل المأساوي لابد من التفتيش في اوراقه او البحث في اوراقه، حتى وان كان حوار مضى عليه 10 سنين او اكثر، حتى وان كان كتاب موجود، لكن يقينا وحسب مقربين منها هي الخلاف فضل بينها وبين ولادها لحد فتره قريبه. كان في فيديو منتشر ليها، معرفش حضرتك شفته ولا لا، قالت فيه ان انا هموت قريب، او انا خايفه ان انا اموت، او انا مهدده بالقتل. يعني هي قالت ده في فيديو كان متداول على مدار الايام اللي فاتت والاسبوع الاخير بعد ما اعلن عن مقتلها في تركيا. يعني احنا لسه اكيد طبعا لما يوصلوا في تركيا اكيد هيطلع بيان مفصل، لانه الموضوع يعني بتربط بين موقفها ده من 10 سنوات وممتد، واضح ان لا زالت على ذات الافكار يعني، وما بين محيطها الاجتماعي الرافض لافكارها بالجريمه. ده قائم ووارد ومرجح تمام، ومرجح ايضا انها ممكن تكون تعرضت لتعذيب من الشخص اللي هي مرتبطه بيه، وارد ايضا. يعني احنا ما قابلناش حد من يعني بس يعني الاسره بس عامل يعني ان حد يعذب، ده حد له علاقه عميقه وغضب جامح وحقد جبار، يعني مش مساله بالساهل كده حد يعرف حد من شهرين يعذبه في الشهر الثالث، يعني مسألة صعبة شوية. طب ما احنا عندنا سفاح التجمع كان بيعذب بعد ما يتعرف عليهم بساعتين مش شهرين. نفس الإنسانية المعقدة برضه. طبعا احنا قدام بس يعني برضه سيدة في الرابعة والستين غير شابات يلتقطهم أو يصطادهم سفاح. سؤالي هنا يا أستاذ سامي فيما يخص الجرائم ضد مواطنين مصريين في بلاد خارج مصر. بيبقى يعني القانون بيقول لنا ايه، او يعني الاجراءات المصريه المتبعه، هل اجراءات لها علاقه بس بالاجراءات الدبلوماسيه، فكره الجثه ومصيرها ودفنها، واحنا عارفين انها دفنت في تركيا بناء على موافقه الابن، لكن السؤال هل في تقاليد او في يعني امور بتتبع من وزاره الداخليه المصريه فيما يخص تتبع جرائم ضد المصريين في الخارج، ولا ده امر لا يخص أجهزة الأمن المصرية؟ تمام. وطالما هو جرى على أرض أجنبية. نعم، رقم واحد، الجريمة وقعت خارج القطر المصري، فهي جريمة مرتبطة ومقترنة بالدولة اللي وقعت فيها الجريمة اللي هو المكان، ولكن جرى العرف والطبيعي اللي بيحصل إنه وزارة الهجرة ومعها وزارة الخارجية بيتابعوا، بيكون هم المعنيين بهذا الملف. وزارة الخارجية من خلال القنصلية ومن خلال سفارتنا في هذه الدول أو في الدولة اللي بتقع فيها جريمة بتتابع عن قرب ما يجري في التحقيقات، بترسل بعض من مستشاريها القانونيين لمتابعة التحقيق حفاظا على حق الضحية أو المجني عليه لحين ظهور المتهم والمحاكمة والمتابعة. وشفنا ده مثلا مع الدكتورة مروة الشربيني اللي قتلت في ألمانيا في 2008-2009 وكان محاميها وقتها خالد أبو بكر. فوزارة الخارجية بتتابع، وزارة الهجرة بتاخد برضو بعض الإجراءات، وفي تنسيق تام بين الهجرة والخارجية في مثلا مراحل مرتبطة باسترداد الجثمان وإعادة الجثمان إلى البلاد. هل في بيان صدر من أي من الوزارتين؟ لم يصدر بيان من الخارجية أو الهجرة حتى الآن بشأن الدكتورة نهى محمود سالم. هل في أي تصريحات وزارة الداخلية أنها بتتابع الموقف باعتبارها مواطنة مصرية؟ وزارة الداخلية لا علاقة لها بوفاة أو انهاء حياة أو مقتل مصري خارج حدود البلاد، ولكن هو أمر معني به الخارجية ووزارة الهجرة. الداخلية ما لهاش علاقة خالص بهذا الأمر، وخاصة وأن هي طالعة بتأشيرة وطالعة وقاعدة مع ناس وعثر عليها هناك في تركيا، فالداخلية بره هذه التفصيلة تماما. أشكرك جدا أستاذ سامي عبد الراضي كاتبنا الكبير رئيس تحرير تلجراف مصر. أشكركم، إلى فاصل. إذا عدنا حديث القاهرة وجولة جديدة من الحوار الوطني. خليني أرحب بضيفنا النائب الأستاذ أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك يا أحمد بيه، منورنا سيادة النائب. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. إحنا قصاد حكومة جديدة، كيف يرى نائب برلماني وعضو مجلس أيضا أمناء الحوار الوطني ملامح الحكومة القادمة؟ كيف يمكن أن ترى سياسة مختلفة لهذه الحكومة، ولا بتعتقد أن الأمر في حاجة إلى يعني تثوير لهذه السياسة الحكومية أكثر وأعمق؟ وطبعا اسم رئيس الوزراء السابق والقادم بيدي مؤشر مهم، وهو ان التغيير الوزاري مش هيبقى كبير قوي، وهيبقى تغيير محدود. والاهم من ده ان طالما اختير نفس رئيس الوزراء لتشكيل الحكومه الجديده، فمن المتوقع بالمنطق والعقل ان لا تكون هناك اختلافات كبيره بين سياسات الحكومه السابقه والقادمه، الا اذا كان هناك هناك حاله من الرشد السياسي تصيب هذه الحكومة الجديدة، فتحسن من أدائها تلقائيا وذاتيا وتغير من سياساتها لتقدم للدولة المصرية وللشعب المصري ما هو جديد وتدرك حقيقة ما جرى في الفترة السابقة، وتقدم بعض من طموحات الشعب المصري وطموحات كمان الساسة والمهتمين بالشأن السياسي في إن هم يتغير الحال بشكل أو بآخر مع الحكومة الجديدة ويتفتح صفحة جديدة. يعني نتمنى ده طبعا. أنا بتقول لو توفر الرشد السياسي طبعا لأن ده محتاج جدا، إن طالما نفس الأسماء ونفس رئيس الحكومة فلا بد أن يغير من مفهومه عن كيفية إدارة شؤون هذه الدولة من خلال إدراك أخطاء الماضي القريب ومعالجتها فيما هو قادم، وكذلك إدراك اللحظة الحالية ومتطلباتها، وإن احنا المفروض إن احنا على عتبة جمهورية جديدة مبتغاة، فنكون على قدر ده ونقدم فعلا سياسات جديدة تنهض بالدولة المصرية النهضة اللي احنا بنتمناها كلنا، معارض قبل مؤيد. يعني ايه الملف الاساسي اللي ممكن يبقى موجود على مائدة الحكومة في المرحلة القادمة؟ الاقتصاد طبعا، الانتاج، الصناعة، الزراعة، ده كلام الناس كلها اتكلمت فيه وبحت اصوات الجميع، وخصوصا المعارضة في المجلس النيابي وخارجه، ان احنا لازم نتحول باقتصادنا الى اقتصاد انتاجي، لا نقع في مثل الأزمات اللي وقعت فيها الدولة المصرية ولا الحكومة المصرية ولا المواقف الصعبة التي مرت بالدولة المصرية وما زالت تمر بها برغم جرعات الأكسجين القوية التي وفرت للحكومة السابقة القادمة من خلال صفقات مثلا زي صفقة راس الحكمة أو غيره. ولكن لابد أن احنا زي ما قلت يكون في إدراك لأخطائنا واعتراف بيها، وطالما هو خلاص هو ده الحال. الحوار الوطني قدم توصيات للحكومة السابقة وقيل أن الحكومة هترد على هذه التوصيات أو هتنفذها أو هتشتغل عليها. هل تعتقد الحكومة الجديدة يمكن أن تتعامل مع توصيات الحوار الوطني ولا تبقيها على قاصرة على أنها كانت مهمة للحكومة السابقة؟ أنا أفكر حضرتك بخبر يعني، ويمكن أنا برضو مشارك في المسألة ديت بشخصي يعني، وهو أن هناك لجنة تنسيقية ما بين الحوار الوطني ومجلس الوزراء شكلت بقرار رئيس الوزراء من مجموعة من مجلس أمناء الحوار الوطني مع مجموعة من مجلس الوزراء لتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني. طبعا احنا اجتمعنا مرتين مع رئيس الوزراء من حوالي شهر أو أكتر، والمفروض اللجنة التنسيقية دي يعني بقرار من رئيس الوزراء كمان يعني هو فرض على نفسه هذا الالتزام بان احنا نكون مشاركين في مش مراقبة ولا متابعة، مشاركين في تنظيم كيفية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. في الحقيقة طبعا يعني احنا عندنا عادات مصرية تراثية قديمة مع الحكومات كلها ومع المسؤولين في مستويات اقل شويه، ان هو ساعات احنا كده بنستخدم الاشياء استخدامات غير اللي المفروض كانت منشأة علشانها يعني. فتلاقي ان في حوار وطني فنستغل الحوار الوطني في تبرير كل شيء، في تبرير كل قرار، او مع ان احنا خلاص احنا عملنا حوار وطني محترم وجاد وطلعنا توصيات جادة وحقيقية، وكان الحوار في حالة من الحقيقية لإنجاز التعبير ومن الجدية ومن الجدية اللي خلى كل القوى السياسية من كل الأطراف قدموا توصيات حقيقية في الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إلا إن ساعات مثلا نلاقي إن الحكومة بتسبق كده بخطوة تطلع قرار منفردة. أو طبعا احنا مش بنشارك الحكومة لها صلاحياتها الدستورية، ولا احنا كمان كيان اللي هو الحوار الوطني ومجلسه بيشارك ولا الحكومة دستوريا ولا هو كيان دستوري أصلا. لكن مجلس النواب كيان دستوري، لكن مجلس النواب كيان دستوري طبعا. هل عمل مهمته دي؟ هو مجلس النواب بيعمل مهمته ولا لا؟ ده على حسب تركيبته. وتركيبته تودينا لان انت الاغلبيه اللي فيه دايما هي اللي بتبقى مسيطره ومهيمنه في كل الاحوال لانها صاحبه القرار في النهايه. طيب الاغلبيه دي بتيجي ازاي وباي نظام انتخابي وباي طريقه، وهل يمثل القوى السياسيه والمجتمعيه بشكل حقيقي في كل دوره انتخابيه ولا لا؟ النظام الانتخابي نفسه بيأثر في الحكايه دي. طبعا احنا قصاد قانون المفروض لانتخابات قادمه في 2025، هل قانون الانتخابات المفروض تقدمه الحكومه القادمه؟ ما هو الحوار الوطني ده كان احد توصيات الحوار الوطني الهامه، واللي كنا بندعو ان هو يكون حوار سياسي بس في البدايه. يعني انا كنت من انصار ده، ما يبقاش اقتصادي واجتماعي كمان، لان السياسه تقود اي شيء. فخرج من الحوار الوطني، خرجنا مختلفين من الحوار الوطني، طلعنا يعني توصيات متعدده، توصيه بالقايمه النسبيه وهي اللي هتعمل تغيير كامل للنظام الانتخابي الحالي، وتوصية بالإبقاء على الحل كما هو عليه، ودي القوة ده زائد الفردي وزائد الفردي الحل. لا، في النسبية زائد كاملة الفردي بس كاملة، وفي مقترح بمطلقة 50% مطلقة و50% فردي زي النظام الحالي، وده اللي اتمسك بيه قوى الأغلبية والأكثرية الحالية. وفي نظام ثالث مختلط بيجمع بين الثلاث أنظمة، الفردي والنسبي والمطلق، وكان لكل فريق مبرراته في المسألة ديت. واحنا يعني أنا يمكن كنت أحد المتبنين فكرة النظام المختلط اللي بيبقى فيه الفردي اللي لا غنى عنه للشارع وعلشان التماس مع الناس بخدماتها. أنا نائب فردي للمرة الثانية عن مدينة المنصورة، وده محل فخري واعتزازي دايما يعني، اللي أنا بتقدم في الانتخابات كمستقل فردي. فكرة ان الناس هي اللي بتجيبك دي فكرة مهمة جدا. المفروض الناس اللي بيجيب القايمة برضو، بس يعني بالظبط يعني بس كل ما كان النظام الانتخابي معقد كل ما بقى أصعب بالنسبة للناس، فلما يبقى في مختلط قايمة نسبي وعلى مطلق على فردي، يعني احنا قصاد تشبيكة كده ممكن تعثر عملية الانتخابات. والله أنا بشوف إن النتيجة هي الأهم، وأنت في النهاية نظام معقد، النتيجة دي نتيجة الوسيلة، نظام بسيط، نظام انتخابي بسيط، ويجيب مجالس ممكن ما تبقاش معبرة بشكل حقيقي عن القوة في المجتمع وفي بشكل حقيقي. ده هيبقى أسوأ من إن أنا أكون عند نظام معقد ويحقق لي نسبة التمثيل الحقيقي أكتر. خد من ده من داخل ده كمان، يعني مثلا على سبيل المثال قوى المعارضة، قوى المعارضة الحقيقية دايما بتبقى اللي بتنجح بالفردي على في ظل النظام الحالي. تلاقي النواب يعني المستقلين في آرائهم حقيقة والمعارضين الأشداء هتلاقيهم اللي ناجحين بالنظام الفردي. عندك أمثلة زي ضياء داوود، زي أحمد فرغالي، زي قوى المعارضة اللي بتيجي مع القايمة المطلقة من أحزاب زي الحزب المصري الديمقراطي، زي أحزاب أخرى، لا برضو نواب معارضين وأصحاب مواقف، حزب العدل وغيره. أكيد أكيد طبعا، بس يظل فكرة إن أنت تيجي مع الأغلبية في قايمة مطلقة وبعد كده أنت تنفصل بعد الانتخابات، تشتغل أنت معارضة تروح يسار المنصة وده يروح يمين المنصة وده يبقى مؤيد وده يبقى معارض. فكرة إن أنت تنجح بأصوات الأغلبية في قايمة مطلقة فكرة معيبة يعني من وجهة نظري. وعشان كده العلاج فيها بيكون في القايمة النسبية، يعني انت لما يجي حزب، انت حضرتك ضربت امثلة باحزاب مهمة زي المصري الديمقراطي مثلا، لما تتصور وتتخيل ان هو لما ينجح المصري الديمقراطي بقايمة نسبية باصوات اللي رايحين ينتخبوا بس المصري الديمقراطي، اكيد الموضوع هيبقى مختلف وهتبقى ولادة طبيعية للمعارضة تحت قبة البرلمان، ما يبقاش فيها مش ولادة يشوبها قيصرية، يشوبها الغلبة في مصر لولادات قيصرية وتصحبها الآلام والأحزان يعني والجراحات اللي بتحتاج خياطة في النهاية. فده طبعا التمثيل ده بيخلي كمان، وده بياخدنا لمنطقة تانية، بيخلي تمثيل القوى السياسية وتمثيل القوى إن صح التعبير برضو المجتمعية الحقيقي داخل البرلمان مش زيه داخل الحوار الوطني. يعني موازين القوى هنا مختلفة عن هنا. يعني تمثيل الأغلبية مثلا في الحوار الوطني، الأغلبية السياسية الحزبية، تمثيل متوازي متساوي ومتعادل مع تمثيل المعارضة جوه الحوار الوطني، على عكس مثلا التمثيل الكفة الأرجح في المجلس النيابي. ويمكن علشان كده لجئ إلى الحوار الوطني، إنه وما زال مستمرا وما زال موجودا وما زال تحال إليه الموضوعات اللي آخرها يعني آخرها الأمن القومي. إيه ليه أحيل الملف الأمن القومي ومع إنه ما كانش موجود على مائدة الحوار الوطني من لحظة إنشائه، فضلا على إيه اللي جرى في الجلسات الأخيرة الخاصة أو الجلسة الأخيرة الخاصة بنقاش قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية؟ طبعا احنا في البدايه واحنا بنأسس لائحه الحوار الوطني وموضوعاته كمجلس امناء كان مستبعد فكره مناقشه السياسه الخارجيه المصريه بشكل عام. الموضوع ده او الملف ده ما لم يتفق على طرحه في مناقشات الحوار الوطني في مرحلته الاولى ولا مرحلته الثانيه اللي هي كانت متعلقه بالاقتصاد. وده كان لان كان نظر الى ان ما فيش حاجه فتح هذا الملف داخل الحوار الوطني، إلا أن التطورات الأحداث اللي حصلت الجسيمة والعظيمة واللي أثارها كبيرة جدا اللي وصلتنا لأن بقى في مخاطر على حدودنا الشرقية بشكل حقيقي ومباشر وقوى متماسة مع الحدود. كذلك فكرة التهجير والدعوات اللي من بره لحل المشكله بتهجير فلسطينيين داخل مصر، والمقولات اللي اطلقت والناس اللي ايدت والناس اللي تخوفت والناس اللي عرضت وحرب غزه طبعا واثارها الوخيمة على الفلسطينيين وعلى مصر في الداخل، لأن ده أمن قومي مصري صرف، يعني مش بس طبعا مناصرة لإخواتنا الفلسطينيين ولا الغزاويين ولا إخواتنا العرب، ولكن ده أمننا القومي اللي قد يتأثر بشكل حقيقي وتأثر بالفعل، أو يعني مش تأثر يعني بأضرار جسيمة، ولكن احنا لازم نحتسب لهذه الأضرار. أعتقد أن كيان زي الحوار الوطني فيه القوى السياسية الحقيقية ممثلة، وفيه قالت ايه القوى السياسية؟ لسه هنقول بقى احنا لسه احنا كنا مجلس الأمناء، مجلس الأمناء فيه بيمثل يعني عمل عناصر يعني للنقاش وللحوار هنقول مكون اصلا من قوى سياسية مختلفة، يعني صحيح طبعا يمكن انا محسوب على المعارضة وانا داخل مجلس أمناء الحوار الوطني. فكنا بنناقش الاول هل سيتم مناقشه السياسه الخارجيه والامن القومي ولا لا، وانتهينا للمناقشه. ويمكن هذه الملفات فيها من الاهميه والسريه والمسائل الفنيه والعسكريه اللي مش هيقدر يقوم بيها كل الناس اللي بيمثلوا القوى السياسيه المشاركين في الحوار الوطني، ولكن قد يستغلب جلسات مغلقة؟ جلسات غالبا تكون جلسات مغلقة، ولكن تحضر أطراف من الحكومة فيها؟ ممكن، وده احنا انتهجنا النهج ده من في المرحلة الثانية من الحوار، ان بقينا بنستدعي بعض الوزراء لجلسات الحوار الوطني، ولكن دون المساس بتكوينة وتنوع القوى السياسية داخل الحوار الوطني. ويمكن المسائل العسكرية والفنية ومسائل الأمن القومي متاح انها تتناقش في سريه وبشكل امن، ولكن كمان اكيد المؤسسات المصريه المعنيه بهذه بالامن القومي وبالمسائل العسكريه زي قوات مسلحه زي اجهزه سياديه وغيره، طبعا لازم هم ليهم ارائهم ولهم ده شغلهم الاصلي. يمكن انا بشوف بشكل شخصي ان الحوار الوطني وفي أزمة مثل أزمة ما يجري على حدودنا، الجبهة الداخلية المصرية أكيد لازم تكون متكلمة فيما سيجري وفي الاحتمالات وفي التوقعات وفي استعداداتنا لأي احتمال ممكن. حضرتك بتقول دي أجندة الحوار المفروض تبقى في الأمن أنا رأيي أنا الشخصي في لجنة الحوار. طبعا لأن ولازم تكون الجبهة الداخلية مهيئة لده عن علم وعن مشاركة في يمكن اتخاذ القرارات نفسها. يعني أنا أتخيل إن إذا كان في البرلمان مزقة اتفاقية كامب ديفيد على إيد حد من الزملاء في الحوار الوطني تتحرق بقى ولا فمثلا سأتخيل إن في الحوار الوطني الناس كلها الناس كلها تقول آرائها ونصل، لأن آلية الحوار الوطني مختلفة عن آلية البرلمان. آلية البرلمان في اتخاذ قراراته هي الأغلبية والتصويت والأغلبية. الحوار الوطني احنا كنا معتمدين آلية التوافق والإجماع على رأي واحد، وإذا اختلفت الآراء يطلع أكتر من توصية، وبالتالي فلا غلبة لفريق على فريق آخر، كل سيمثل برأيه يعني. فكل سيمثل برأيه، ومطلوب جدا أن الشعب المصري ممثلا في قوى سياسية وفي بعض من أفراد الشعب نفسه وفي الحكومة وفي الجهات المعنية إن هي تيجي تتناقش. ده احنا إن شاء الله يكون عندنا اجتماع السبت القادم غالبا علشان نحدد فيه المواعيد بدقة. وده بخصوص السياسة الخارجية والأمن القومي. ده كان يوم السبت في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني. يمكن كان على أجندة الاجتماع كمان موضوعات أخرى، الدعم النقدي والدعم العيني. طبعا هو رئيس الوزراء كان طلب ما ناقشوش الحوار الوطني فيما يخص الملف الاقتصادي قبل كده. ما ده نقطة مهمة بقى، ويمكن حصل عليها لغط، ويمكن أنا هقول بشكل واضح وصريح اهوت إن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الأستاذ حمصاني كان، أو الدكتور حمصاني مش عارف يعني، سفير حمصاني كان وقت رفع سعر رغيف الخبز قال إن ده من جرى مناقشته في جلسات الحوار الوطني، ورجع تاني في التصريح، بس كانت الطلقة اتطلقت يعني كانت قال كده. فالناس طبعا قالت ان ده اتناقش في الحوار الوطني، والحوار الوطني قال ان اتفق على رفع سعر رغيف الخبز، وده كلام عاري تماما عن الصحة. الحوار الوطني لم يفرد للدعم جلسات ولا ملفات نوقشت داخل الحوار الوطني عن الدعم لوحده. يمكن جه على ألسنة البعض في لجنة الدين العام. حمصاني قال الكلام ده منين؟ بناء على ايه؟ وهو رجع نفاه يعني في نفس المداخلة تقريبا، بس ما وضحتش قوي يعني. فاللي فضل في ذهن الناس ان هو التصريح الأول، ويمكن أنا بوضحه بشكل واضح. لم يحدث ان الحوار الوطني يناقش قضايا الدعم أو رفع سعر الغيث ولا رفع سعر الخبز أبدا على الإطلاق. ما حدش اتكلم عن سعر الخبز في الحوار الوطني، واحنا ما حطيناش كمان، ما اتكلمتوش عن الدعم عموما في الملف الاقتصادي في الحوار. والدليل على ده الدليل ان احنا ما كانش مفرد للدعم موضوعيته للنقاش، ان رئيس الوزراء بيطلب طلب من مجلس امناء الحوار الوطني ان هو نناقش ده داخل الحوار الوطني. يمكن ده تطور نوعي برضو جديد، ان مجلس رئيس الوزراء هو اللي يطلب من الحوار الوطني. صحيح، بس هو خد قرار في الدعم قبل ما ياخد رايكم برضو يعني. بالظبط، خد قرار في يعني هلا احيلوا للحوار الوطني ومع ذلك صدر في قرار، بس ما انتظروش شهر للحوار الوطني يتكلم. لا مفيش. وبعدين لا، هو طلع قرار رفع سعر رغيف الخبز، ولكن الأهم كمان يعني ده طبعا ده قرار يعني اصل لما انا اعمل نقدي خلاص مش هيبقى فيه الكلام عن رفع السعر او غيره. فيعني ده الكلام، وده الاهم، وده انا من وجهه نظري برضو هي القضيه الاهم. التحول من دعم العيني للنقدي هو الكارثه الاكبر لو حدث يعني. وده راي من بين الاراء، مش كل الاراء جوه الحوار الوطني كده، احنا مختلفين كليا، مختلفين كليا في الموضوع ده داخل الحوار الوطني. خلينا بقى نعمل يعني حوار وطني جوه البرنامج عن الدعم النقدي ولا العيني، لانه هنبقى محتاجين تفصيل اكتر فيه. وحضرتك اكيد كنائب عن الامه ونائب عن دايرتك بالتاكيد بتحمل اصوات المجتمع المحيط بيك، والصوت اللي بيقول هو عايز ايه للناس فعلا يعني. طبعا هو يعني قبل ما نختم الحكايه دي، طبعا هو المساس بالدعم العيني في الحالة اللي احنا فيها وفي المرحلة اللي احنا فيها خطير جدا، خطير على حياة المصريين، كارثي يعني. انا رأيي كارثي لو تحولنا من العيني للنقدي بقرار برضو كده يوم خميس ولا حاجة، ده هيبقى موضوع او حتى الجمعة او يعني الجمعة. اشكرك جدا سيادة النائب احمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اشكركم والتقي بكم غدا باذن الله. حديث القاهرة.